الآن لو أحصينا زمننا نحن لأربعة وعشرين ساعة اللسان يتحرك، وهناك تسجيل لكل لفظ ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب نادي. هل ذكر الله أكثر أم ذكر الناس أكثر؟ يا لطيف، إيش ذكر الناس أكثر؟ للأسف الناس يكثرون من الداء ويتركون الدواء، الدواء أو يقللون. فليت كل إنسان يجعل زماما للسانه وقلبه فيشغله بذكر الحبيب الرحمن الرحيم. الناس لا يرزقونك ولا يشفونك ولا يحيونك، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي. من كانت هذه صفاته ألا يستحق الذكر في كل ثانية وفي كل لحظة؟ بينما الذي لا يطعمك ولا يسقيك ولا يشفيك ولا يحييك ولا يستطيع حتى أن يميتك لوحده، مشغولون بهم وبأحوالهم، إن كان في السياسة في السياسة، وإن كان في الألعاب في الألعاب، وإن كان في المجادلات والمهاترات، وهذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا فيها، وإن كان في التجريح، حتى خرجنا عن باب المصطلح وباب الحديث فأصبح التجريح في كل شيء تجريح دون تعديل. فلنراجع أنفسنا